بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثالث. إلى ابن إبراهيم بن المغيرة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في كتاب الإيمان منه: باب إطعام الطعام من الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في الحديث السابق حديث الشعب شعب الإيمان، أراد في هذه الأبواب أن يذكر شيئا من هذه الشعب، ومنها إطعام الطعام، إطعام الطعام للمحتاجين بما فيهم الفقراء المساكين والضيف وغير ذلك من يحتاج الطعام. هذا من الإيمان، الذي يبذل الطعام للناس يدل على إيمانه، ويدل على، وهذا من شعب، هذا من شعب الإيمان. إطعام الطعام هذا من شعب الإيمان، لأن المنافق بخيل لا ينفق، يقبضون أيديهم، وذكر الله أن المنافقين يقبضون أيديهم، يعني عن النفقة وعن الصدقة. فالمؤمن الذي يبذل الطعام تقربا إلى الله هذا دليل، أو هذا من إيمانه، يعني من الإيمان إطعام الطعام، هذا من الإيمان، من خصال الإيمان ومن شعب الإيمان. والذي لا يبذل الطعام هذا من شعب النفاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الإسلام والإيمان تفاضل، خصال شعب الإيمان هذه تتفاضل، بعضها أفضل من بعض. فإطعام الطعام هذا من خير خصال وشعب الإيمان والإسلام، لأن المال محبب إلى النفوس، فإذا بذله صاحبه مع أنه يحبه آثر محبة الله على محبة المال على من الإيمان. ما فعل هذا إلا لسبب الإيمان الذي في قلبه. وكذلك من أفضل شعب الإيمان وخصال الإيمان بذل السلام وإفشاء السلام على الناس، لأن يعني إذا لقيت أخاك المسلم تسلم عليه، تبدأه بالسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، والله جل وعلا هو السلام ومنه السلام. وبذل السلام ينزع ما في النفوس من الحقد والغل والحسد وغير ذلك. فإذا سلمت على شخص زال ما في قلبه من الظنون والهواجس نحوك، وإذا لم تسلم عليه إنه يجد في نفسه شيء من التخوف منك. فبذل السلام فيه خير كثير، وهو دعاء،
دعاء للمسلم عليه بالسلامة. والبداء بالسلام سنة مستحب، ورده واجب، رد السلام واجب. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فردها واجب، وإذا زاد عليها هذا سنة ومستحب. هذا من الإيمان، بذل السلام من الإيمان ومن شعب الإيمان. وقوله على من عرفت ومن لم تعرف، لأن بعض الناس ما لا يسلم إلا على من يعرفه من أصدقائه ومحبيه أو لمن يرجوه، لمن يرجوه ويتملقه. وهذا ليس من خصال الإيمان ولا من شعاب الإيمان، ولا يأتي بالفائدة، إنما السلام على الجميع، على كل مسلم، كل من لقيت إذا لقيته فسلم عليه. من حقوق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، سواء كنت تعرفه أو لا تعرفه، لأنه مسلم سلم عليه، لأنه مسلم، مو لأنك تعرفه فقط، بل لأنه مسلم. هو شعار المسلمين، شعار المسلمين: من عرفت ومن لم تعرفه ابدأوا بالسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك من شعب الإيمان المحبة، المحبة لمن؟ المحبة تكون لمن؟ تكون أولا لله سبحانه وتعالى، ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثا عموم المسلمين تحبهم لأجل الإسلام ولأجل الإيمان، لا من أجل القرابة أو من أجل الصداقة أو من أجل أنه يعطيك شيء من المال أو طمع دنيا وتحبه لذلك، لا، لأنه مؤمن مسلم فتحبه لله، تحبه لله وفي الله. هذا من الإيمان، من شعب الإيمان المحبة، وهي ميل القلب بالنسبة للإنسان، هي ميل القلب. أما المحبة من الله جل وعلا لعباده فهي صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته، والله يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب التوابين والمتطهرين، وهي محبة تليق بجلاله كسائر صفاته، ليست كمحبة المخلوق. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، مراد كمال الإيمان، لا أنه إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه يكون كافرا، لا، المراد نفي الكمال لا نفي الأصل. تنبهوا لهذا،
لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، لأن المؤمنين نفس واحدة، نفسه مثل نفسك، تحبه وتجله وتعظمه تحترمه كما تحب نفسه، لأنه أخوك في الدين، فتحب له من الخير تحب لنفسك، تحب لنفسك المال الحلال تحب لأخيك ولا تحسده، تحب لنفسك الجنة تحبها لأخيك أيضا ترجوها له تدعو له بها، فتعامله كما تعامل نفسك أنه أخوك. إذا بلغ الإنسان هذه المرتبة فقد كمل إيمانه، وإذا لم يبلغها فإن عنده نقص في الإيمان. ومن لازم ذلك أن تكره له من الشر ما تكرهه لنفسك، ولا ترضى لأخيك الشر كما أنك لا ترضاه لنفسك، فاتخذ نفسك مقياسا مع المسلمين، اتخذها مقياسا مع المسلمين، ما تحبه لها تحبه لإخوانك من الخير لأنواعه، وما تكره لنفسك من الشرور تكرهه لإخوانك فلا ترضاه لهم. هذه العلامة العظيمة والشعبة الكبيرة من شعب الإيمان، إذا تحققت هذه الصفة حصل توافق بين المسلمين، تراحم، تعاطف والتعاون، إذا توفرت هذه الصفة حصلت ثمرتها، وإذا فقدت ثمرتها، فلا يكون الإنسان أنانيا لا يحب إلا لنفسه ولا يريد الشيء الخير إلا لنفسه، هذه يسمونها الأنانية وهي منقوصة، يكون الإنسان مع إخوانه يقيسهم على نفسه ويعاملهم كما يعامل نفسه ويرضى لهم ما يرضاه لنفسه، يكره لهم ما يكرهه لنفسه. خذ مثلا أنت لا تحب أن أحدا يغتابك، لا تحب أن أحدا يغتابك أو يستهزئ بك أو يسخر منك، هذا لا تحبه لنفسك، فلا تحبه لأخيك، لا تغتاب إخوانك، لا تسبهم، لا تستهزئ بهم، لا تتنقصهم، كما أنك لا ترضى هذا لنفسك فإنك لا ترضاه لإخوانك، لأن هذا شر، كما أنك تحب الثناء لنفسك والمدح لنفسك كذلك تمدح أخاك وتثني عليه بما هو أهله، هب الكذب بما هو أهله، لا تحب الذم لنفسك فلا تذم إخوانك ولا ترضاه لإخوانك، ولا يكفي هذا بل تدافع عن إخوانك، إذا تنقصهم أحد أو اغتابهم أحد أو استهزأ بهم فإنك ترد ذلك عنه، إذا أرادهم أحد بسوء بظلم تدافع عنه كما تدافع عن نفسك، المسلم أخو المسلم لا يسلمه
لا يسلمه يعني لا يتركه يهان أو يظلم، وهو يقدر على نصرته يدفع عنه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال تمنعه من الظلم، فذلك نصر، تمنع أخاك من الظلم فذلك نصره. أما إذا تركته يظلم فقد خذلته، تقول ما لي دخل فيه، ما علي منه ولا لي دخل فيه ولا أتدخل بشؤونه. نقول لا، أن تدفع عنه المكروه، ما تدخل بشؤونه بشيء يضره، إنما تدخل بشؤونه بشيء ينفعه، شيء ينفعه، تأمره بالمعروف تنهاه عن المنكر، ما تتركه في المعاصي والمخالفات وما علي منه ولا تدخل فيه. لا، من شعب الإيمان أنك تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتنصحه. كل هذا يترتب على قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. أولا محبة الله جل وعلا، لأنه المحسن المنعم الرب متفضل، تحبه وتألهه بالعبادة، وهذا الأصل، وأنت مخلوق لهذا، خلقك الله لعبادته، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتحب الله عز وجل حبا عظيما لا يعدله حب، لا تساوي بالله المحبوبين من الخلق. وسيأتي إن تحب الله أعظم مما تحب نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين، هذا هو الأصل. أما من أحب الله وأحب معه غيره هذا الشرك، المحبة محبة العبادة والذل والخضوع هذا الشرك. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والعبادة مبنية على الحب مع الذل، على الحب مع الذل والخضوع. بعد محبة الله جل وعلا تحب أفضل الخلق وأكثرهم إحسانا إليك. أعظم الخلق إحسانا إليك من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنقذك به من الظلمات إلى النور، أنقذك الله به من الظلمات إلى النور، فهو الذي دلت وأرشدت بين لك طريق الخير. وبدون الرسول لا يمكن أن تعرف الخير من الشر والهدى من الضلال، إنما عرفنا هذا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أولى الناس بالمحبة. وهذه المحبة تقتضي اتباعه والاقتداء به والعمل بسنته وترك ما نهى عنه، هذه المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مقتضاها.
ليس من محبة الرسول أن تحدث البدع، بدع الموالد، المولد، مناسبة المولد تقول هذا مولد الرسول، هذا شيء مبتدع، نهى الرسول عن البدع وهذا منها. فمن علامات صدق محبتك للرسول اتباعك للسنة وابتعادك عن البدع. إذا كنت تحب الرسول فإنك تقتدي به، تفعل ما أمرك به وتجتنب ما نهاك عنه، ومما نهاك عنه البدع المحدثات. الذي يزعم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي بالبدع المخالفة لسنة الرسول هذا كذاب. إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وأنت تزعم حبه. إن المحب لمن يحب مطيع. لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. فمن علامة صدق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه والاقتداء به وترك ما نهى عنه. محبة الرسول تأتي بعد محبة الله جل وعلا، لأنه هو الذي دلك على الخير وعلمك وبين لك طريق الخير وطريق الشر ونصح لك، فهو أعظم الخلق محبة بعد محبة الله سبحانه وتعالى. نعم، أعد الحديث الباب. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. نعم، من شعب الإيمان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله عز وجل. وليس من محبة الله إحداث البدع المخالفة لسنته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. هو الذي نفسي بيده، هذا قسم، أقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، صادق ولو لم يحلف عليه الصلاة والسلام، لكن حلف من باب الاهتمام بهذا الشيء، تنبيه على أهميته. هو الذي نفسي بيده لا يؤمن أحده، أي لا يكمل إيمانه، المراد نفي الكمال، المراد نفي الكمال. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الذي لا يحب الرسول أصلا هذا ليس بمؤمن، ما عنده إيمان، لكن الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا يقدم محبته على محبة أحب الناس إليك. أحب الناس إليك من هو؟ والدك وولدك. والدك لأنه هو السبب في وجودك وهو الذي رباك، وأنت تحبه من باب المكافأة له. وولدك لأنه تحبه محبة شفقة، تحب الولد محبة شفقة. فلا يكمل إيمانك حتى يكون الرسول أحب إليك من والدك وولدك، من هذه المرتبة. أما أصل محبة الرسول فهذه هي الإيمان. أما من لا يحب الرسول يكره الرسول فهو كافر، نسأل الله العافية. الذي يكره الرسول كافر، لا يحبه. لكن ما يكفي هذا،
ما يكفي أنك تحب الرسول فقط، بل تقدم محبته على محبة أقرب الناس إليك، والدك هو أقرب الناس إليك، ثم من بعده الولد، وفي رواية حتى أكون أحب إليه من ولده، تقديم الولد على الوالد، ورد رواية كذا، لأن الولد تحبه محبة شفقة ورحمة، والوالد تحبه محبة إكرام وإجلال ومكافأة له على إحسانه إليك. فمحبة الرسول لا بد منها في الإيمان، واللي ما عنده محبة للرسول ليس بمؤمن أصلا، ومحبته أكثر من محبة الوالد والولد، هذا من كمال الإيمان. يعني بعض الناس يقول أنا ما أقدم على والدي وولدي أحد، يقول هذا جهل، تقدم على والدك وولدك الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي هداك الله به، أخرجك من الظلمات إلى النور. نعم. ففيه فرق بين أصل المحبة وكمال المحبة. أصل المحبة لا بد منه، وشرط في الإيمان، وأما كمال المحبة فهذا لا يناله إلا أفراد من الناس. نعم. أصل المحبة هذا عند كل مؤمن، كل مؤمن عنده محبة للرسول، لكن كمال المحبة أن يقدم محبته على محبة أقرب الناس إليه. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن يعني لا يكمل إيمانه فأكون أحب إليه، أحب ما قال حتى يحبني، لأن الذي لا يحبه كافر، بل قال أحب إليه من والده، زيادة على أصل المحبة، تنبه لهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب حلاوة الإيمان. نعم. من شعب الإيمان أن يجد الإنسان الحلاوة، حلاوة الإيمان، لأن كثير من الناس مؤمن لكنه ما يجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان هذه شيء زائد على الأصل، على أصل الإيمان. حلاوة الإيمان أن تتلذذ بالطاعات، فإذا وجدت نفسك تتلذذ بالصلاة، بالصيام، بالجهاد في سبيل الله، تتلذذ بالطاعة، هذه حلاوة الإيمان. وأما إذا أتى بالعبادة ولكنه ما يتلذذ بها، هذا فاقد لحلاوة الإيمان. فالإيمان له حلاوة، وهي ثمرة الإيمان، علامتها أن تتلذذ بالعبادة، تلذذ بالطاعة، ألذ من أي شيء في الدنيا. وهكذا كان الصالحون يتلذذون بالقيام، قيام الليل، يتلذذون بالصيام، يصبرون على ما المشقة، يتلذذون بالجهاد في سبيل الله، يقدمون أنفسهم بالجهاد في سبيل الله، لأنهم يجدون لذة لا يعادلها شيء. فهذا من ثمرات الإيمان ومن مكملاته. أما الذي يأتي بالطاعة ممتثلا لأمر الله ورسوله
ولكنه لا يجد اللذة، هذا يعتبر مؤمنا لكن هو فاقد لهذه الصفة، فاقد لهذه الصفة. كذلك لابد من محبة الطاعة، اللي يكره الطاعة هذا كافر، اللي يكره الصلاة يكره الصيام يكره الجهاد هذا يعتبر غير مؤمن. فكل مؤمن عنده محبة للطاعة، لكن الكلام على التلذذ، تلذذ شيء زائد على الأصل، تلذذ بالطاعة، لأن العبادة فيها مشقة فيها تعب للنفوس، ما يتلذذ بها إلا من كمل إيمانه. هذه هي الحلاوة التي يجدها المسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث، يعني ثلاث خصال، من وجدهن وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان، ثلاث خصال. ما هي؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ما تقدم على محبة الله ومحبة رسوله محبة أي شيء، لا ولدك ولا والدك ولا الناس أجمعين كما سبق. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. الدليل على ذلك إذا كنت تقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسك، أن تحب الأشياء ولا عليك لوم إذا أحببت الخير وأحببت، لكن إذا تعارضت محبة هذه الأشياء مع ما يحبه الله وقدمت هذه الأشياء، هذا دليل على نقص المحبة لله. أما إذا قدمت محبة الله هذا دليل على كمال الإيمان. ولهذا قال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا وانتظروا، هذا وعيد، حتى يأتي الله بأمره. هو لم يعب علينا محبة هذه الأشياء الثمانية، لكنه عاب علينا إذا قدمناها على محبة الله، تأخرنا عن الجهاد في سبيل الله، تأخرنا عن الهجرة إلى بلاد الإسلام محبة لهذه الأشياء، فإن هذا دليل على نقص الإيمان، ومعرض صاحبه للوعيد: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. المهاجرون تركوا أموالهم وأولادهم وأوطانهم وهاجروا في سبيل الله، انتقلوا إلى بلاد غير بلادهم التي نشأوا فيها ويحبونها حبا طبيعيا، تركوا أموالهم، جارة تخشون كساده، تركوها وهاجروا إلى الله ورسوله. هذا دليل على كمال إيمانه، دليل على كمال إيمانهم.
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. جاهدوا في سبيل الله، دخلوا المعركة وهي ضرب وجراح وقتل، دخلوا فيها، هم يحبون الحياة ما في شك، أنا أحد ما يحب الحياة، لكن الحياة رخصت عليهم في مقابل رضا الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على محبة الله سبحانه وتعالى، هذا دليل على صدق كمال المحبة لله، أن تؤثر ما يحبه الله على ما تحبه نفسك. أما إذا عكست قدمت ما تحبه نفسك على ما يحبه الله، هذا دليل على نقص الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب علامة حتى أكون ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. شوف، تلذذ بهذه الأشياء، وجد حلاوة الإيمان، يعني تلذذ الطاعات. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ما سواهما من جميع المحبوبات، يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيقدم محبة الله على محبة هذه الأشياء فيتركها من أجل الله سبحانه وتعالى. الثانية: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا الحب في الله. تحب المسلم لا لشيء إلا لإسلامه وإيمانه، ما تحبه لأنه قريبك، ما تحبه لأنه يعطيك من المال، إنما تحبه ربما أنه ما يعطيك شيء ولا هو قريب لك أيضا، وإنما تحبه من أجل الإيمان، أنه أخوك في الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لأجل طمع دنيا أو قرابة أو غير ذلك، إنما يحبه لأجل الله سبحانه وتعالى. الثالثة: أن يكره ما يكرهه الله. شوف، أن يكره ما يكرهه الله، كما أنه يحب ما يحبه الله فكذلك يكره ما يكرهه الله. الله يكره الكفر والشرك، فأنت تكره الكفر والشرك. ثالثة: أن يكره ما يكرهه الله سبحانه وتعالى من جميع الأشياء، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ما في أحد يرضى أن يقذف في النار المحرقة. المؤمن يكره أن يعود في الكفر أكثر مما يكره أن يقذف في النار، ولذلك يصبر على أنه يقذف في النار ولا يترك دينه. الخليل عليه السلام ألقي في النار بسبب دينه، صبر على هذا، صبر على إلقائه في النار ويتمسك بدينه. فهذه علامة حلاوة الإيمان التي في القلب، أن يكره الكفر كما يكره النار، أن يقذف فيها. إذا بلغ هذه المرتبة هذا دليل على أنه وجد حلاوة الإيمان التي صارت ألذ عنده
من كل شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب علامة الإيمان حب الأنصار. نعم، من علامات الإيمان حب الأنصار، حب الأنصار، انفصال الإيمان من شعب الإيمان. الأنصار من هم؟ الأنصار المراد بهم أهل المدينة من الأوس والخزرج الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة على أن يهاجر إليهم وأن يناصروه ويحموه ويؤوه، فهاجر إليهم صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه رضي الله عنهم، فصدقوا فيما التزموا به، فآووا ونصروا وبذلوا أموالهم وشركوا إخوانهم المهاجرين في أموالهم. قال سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه في الأنصار، هذه الآية في الأنصار، والتي قبلها في المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. فلا بد من محبة الصحابة كلهم، مهاجرين والأنصار، لا بد من محبة الصحابة كلهم. لكن يحب المهاجرين لهجرتهم ويحب الأنصار لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا في الأول يسمون بني قيلة نسبة إلى أمهم أو جدتهم، يسمون الأوس والخزرج، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم سماهم بالأنصار، هذه تسمية من الرسول صلى الله عليه وسلم لهم إكراما لهم، فصاروا يسمون بالأنصار. فمن كمال الإيمان أن يحب الأنصار، ومن نقص الإيمان أن يكره الأنصار، بل إذا كره الأنصار وكره الصحابة الردة والعياذ بالله، لكن يحبهم زيادة، يحبهم محبة زائدة على المحبة التي هي أصل الإيمان، يعني يزيد في محبتهم على غيرهم، يزيد في محبتهم على غيرهم من المسلمين. وإلا المسلم يحب كل المسلمين، لكن يزيد الأنصار محبة على غيرهم. لماذا؟ لما بذلوه من النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فيزيد هؤلاء محبة على محبة غيرهم من المؤمنين لتميزهم بهذه الخصلة وهي النصرة. هذا من خصال الإيمان ومن شعب الإيمان، محبة الأنصار رضي الله عنهم. وبناء على ذلك لا يجوز تنقص أحد منهم، من جميع الصحابة لا يجوز تنقص أحد من الصحابة أو ذكر شيء من معائبهم، وإنما يثنى عليهم ويكرمون ويحترمون. فلا يجوز لمسلم أن يتنقصهم بشيء أو يلتمس لهم المعايب
وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة حبتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم وعدم تنقص أحد منهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فلا يجوز ذكر شيء مما فيه تنقص لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجب الثناء عليهم واحترامهم ومحبتهم، لأن الله يحبهم ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم. وقد سبق أن من حلاوة الإيمان أن تحب المرء لا تحبه إلا لله. الأنصار أولى بذلك، أن تحبهم لأجل الله سبحانه وتعالى، أنت ما عاصرتهم ولا رأيتهم لكن تحبهم لأن الله أثنى عليهم ويحبهم، الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وحبهم، فأنت تحبهم من أجل ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة. يكفي. سلمكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكر العلماء أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بارتكابها ما لم يستحلها، ما هو ضابط الاستحلال؟ هل هو بالقلب أم بالقول أم بتكرار عملهما أم بالقرينة؟ وهل يدخل في ذلك قنوات السحر والشعوذة وقنوات الدعارة والمجون والغناء؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، من وصول أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك لا يكفر بها ولا يخرج بها من الإسلام، لكن ينقص إيمانه، ينقص بذلك إيمانه ولا يخرج من الإيمان. هذا من أصول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة. الخوارج يكفرونه بالكبيرة والمعتزلة يخرجونه من الإسلام ولا يدخلونه في الكفر، ويقولون هو في المنزلة بين المنزلتين، وإذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار، يرفضون الخوارج الآخرة، وهذا ضلال والعياذ بالله. في مقابلهم المرجئة اللي يقولون ما يضر مع الإيمان معصية، ومرتكب الكبيرة التي دون الشرك يقولون مؤمن كامل الإيمان، هذا غلط. بل يقولون أهل السنة والجماعة يقول مرتكب الكبيرة التي دون الشرك لا يكفر خلافا للخوارج، لكن ينقص إيمانه خلافا للمرجئة، فهم تبرأوا من طريقة طائفتين، وهذا على مقتضى الكتاب والسنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، إلا إذا استحلها، إذا استحل الربا، استحل الزنا، استحل الخمر، إذا قال هي حلال هذا كافر بالإجماع، هذا كافر بالإجماع. أما إذا ارتكبها وهو يكرهها ويعلم أنها حرام، يقر أنها حرام لكن ارتكبها بدافع الشهوة أو تغرير النفس والشيطان مع اعترافه بالخطأ، فهذا لا يكفر لكن ينقص إيمانه. مسألة عظيمة جدا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل ورد قول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وقول يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا بعد الصلوات الخمس؟ لا أعلم هذا تخصيصه، يعني
تخصيص هذا الذكر بعد الصلوات الخمس لا أذكر له دليلا. أما أنه يقول من غير تخصيص لوقت فهذا شيء طيب. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: من لم يحكم بغير ما أنزل الله هل في هذا الأمر تفصيل؟ نعم. من لم يحكم بغير ما أنزل الله هل من تفصيل في هذه المسألة؟ نعم، فصل العلماء في هذه المسألة فقالوا: من لم يحكم بما أنزل الله وهو يستحل هذا ويرى أنه جائز وأنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله، وأن أو أن ما أو أن غير ما أنزل الله أنه أفضل مما أنزل الله أو مساوي، فهذا يكفر بالإجماع، يكفر الكفر الأكبر بالإجماع. أما من يرى أن ما أنزل الله هو الحق وأنه يجب الحكم به لكنه خالف ذلك لغرض إما لطمع دنيوي وإما لهوى في نفسه في بعض المسائل فهذا مرتكب لكبيرة كبائر الذنوب ولا يكفر. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل ذهب عند ساحر وعمل سحرا ثم تاب بعد ذلك، فهل عليه أن يرجع عند الساحر ليفك السحر أم لا؟ لا يجوز له أن يذهب إلى الساحر مرة ثانية. الأولى ذهب تاب من ذلك وعرف أنه أخطأ فلا يرجع إلى الساحر مرة ثانية يقول يفك عني السحر، لأنه إذا رجع إليه لفك السحر فقد رضي بالسحر. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له. لا يجوز الرجوع إلى الساحر، لكن يعالج السحر بما أباح الله جل وعلا من الأدمية ومن الرقية الشرعية والدعاء. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: أشكل علي قوله في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، فإذا قلنا إن النفي هنا لكمال الإيمان فيكون بذلك أن الذي يقدم حب والديه وولده على الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا لكن ناقصا للإيمان، أليس كذلك؟ ويبني على هذا أنه إذا تعارض أمر لوالديه وأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم قدم أمر والديه. ما هو بالكلام على تقديم الأمر والدين على أمر الله، لا، كلام في المحبة فقط. هو لا يقدم أمر الوالدين وإن كان يحبهما ويحب الولد، لا يقدم أمرهما على أمر الله عز وجل، إنما الكلام في المحبة في القلب لا في الأعمال. أفرق بين هذا وهذا. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن تفسير قول الله عز وجل: ألم ترى أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قيل المراد والله أعلم ننقصها من أطرافها بالفتوح انتشار الإسلام، وقيل ننقصها من أطرافها بموت العلماء. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الوقت المعلن لصلاة الفجر في تقويم أم القرى هو الوقت الصحيح، أم أن هناك فرقا بين الوقت الصحيح والوقت الموجود في التقويم؟ هذا ترويج شبهة روجها بعض المتعالمين أن تقويم أم القرى فيه خطأ، وقالوا أنه فيه ثلث ساعة زيادة ويأخرون الصيام. المشكلة يأخرون الصيام بعد الناس ويجمعون نساءهم بعد الناس بثلث ساعة. يا أخي طابق تقويم أم القرى على الواقع، طابقه وشف، نحن طابقناه كل طابقه، فلم يتبين فيه خطأ. نصلي الآن على تقويم أم القرى ونخرج وقد ظهر النور ظهورا واضحا، شيء واضح. هذا لا تصدق فلان وعلان، انظر إلى الواقع، انظر إلى الواقع. يذن على تقويم أم القرى، ننتظر ثلث ساعة أو نصف ساعة على الأكثر ونصلي، إذا خرجنا وإذا هو نهار واضح.
نهار واضح فلم ندرك عليه خطأ، ما أدركنا عليه خطأ، والمسلمون يعملون بهذا ولا أدركوا عليه خطأ. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: ما حكم رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنائز؟ سنة رفع اليدين مع التكبير في صلاة الجنائز وفي الفريضة والنافلة في المواضع التي ورد الرفع فيها سنة، ولا وإذا لم يرفع يديه فالصلاة صحيحة. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما حكم قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر؟ هل هي مستحبة أم سنة؟ مستحبة في الأذان الأخير، إذا كان هناك أذانان، أذان أول وأذان أخير، تكون في الأذان الأخير علامة على طلوع الفجر. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: سمعت أحد المسؤولين في الصحة يحذر من الأماكن المزدحمة فيما يتعلق بالمرض الحادث الآن. سمعت أحد المسؤولين في وزارة الصحة يحذر من الأماكن المزدحمة بالخطر عن مرض إنفلونزا الخنازير. نعم الله يتعالى. نعم. فما هو حكم الذهاب إلى مكة لأجل العمرة وصلاة التراويح والإكثار من ذلك، وهل يأخذ حكم الطاعون؟ نعم، ما منعوا من الذهاب إلى مكة ولا منعوا من الصلاة في المسجد الحرام، إنما يقولون لا تجنب الزحامات، تجنب الزحامات من باب التوقي، ولا الصلاة ما منعوا منها، ولا منعوا من الذهاب إلى مكة، ولا منعوا من الحج والعمرة، إنما يقولون اذهب لكن توقف الزحامات، لا تدخل فيها، ابتعد عن الزحامات. نعم الاجتناب الزحامات حتى لو ما فيه حمى خنازير، اجتناب الزحامات مطلوب، ما تدخل الزحامات وتضايق الناس وتضايق نفسك. إذا كان مع هذا يخاف من المرض فلا شك أنه يتأكد تجنب الزحامات. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم الصف في المقبرة لاستقبال المعزين؟ لا، المقبرة ليست محل ترتيب، يعني ترتيب للتعزية، أما لو أحد عزاك في المقبرة أو في الطريق ما في مانع، لكن ترتب هذا ويصير ترتيب للناس، أو يقولون يبنوا لهم سقيفة يجلسون فيها للتعزية، هذا لا يجوز. نعم التعزية أصلا ما هي بلازم، ما هي بلازم التعزية، لكن إذا حصلت من دون ترتيب وبدون محل معين فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن حكم انتهى الوقت، انتهى الوقت، انتهى خلص. جزاكم الله خيرا وبارك عليكم ونشق على نفسكم.